بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار، حكمه كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله كنكاح المسلمين لقوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، وقال تعالى: وامرأة فرعون، فأضاف النساء إليهم، وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة. وقال عليه الصلاة والسلام: ولدت من نكاح لا من سفاح. وإذا ثبت ذلك ثبت ما يترتب عليه من أحكام النكاح الصحيح. قال: وبهذا القول قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وقال مالك رحمه الله: أنكحة الكفار فاسدة. وقال الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله: والصواب أن أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام حراماً مطلقاً، إذا كان النكاح الذي بينهما محرم في دين الإسلام فهو يعتبر فاسداً. وقال الشيخ: والصواب أن أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام حرام مطلقاً، إذا لم يسلموا عوقبوا عليها، وإن أسلموا عُفِيَ لهم عن ذلك لعدم اعتقادهم تحريمه. واختلف في الصحة والفساد، والصواب أنها صحيحة من وجه وفاسدة من وجه. فإن أريد بالصحة إباحة التصرف فإنما يباح لهم بشرط الإسلام، يعني إذا أسلموا، وإن أريد نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثاً ووقوع الطلاق فيه وثبوت الإحصان به فصحيح. قوله: ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم، أي بشرطين. إذا اعتقدوا صحته في شرعهم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ولم يرتفعوا إلينا، أي ما جاءوا إلينا للتحاكم، لقوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر. المجوس كفار يعبدون النار، فأخذ عليه أخذ منهم الجزية، ومن نصارى نجران، وأخذ الجزية من نصارى نجران وغيرهم من الكفار، ولم يتعرض لأنكحتهم، كما روى ذلك البخاري والإمام أحمد وأبو داود والترمذي وأبو عبيد في الأموال، أي في كتابه الأموال رحمهم الله. قال: فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. الكفار إذا جاءوا قبل عقد النكاح عقدناه على حكمنا، على حكم الشرع. وإن أتونا بعده، أي بعد عقد النكاح، أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرّ،
يعني إذا كانت كتابية والرجل مسلم يجوز أن يتزوج الكتابين، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما، إذا كانت مجوسية فلا يصح يفرق بينهما. قوله فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، لقوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، قال وإن وطأ حربي حربية فأسلم، كلاهما أسلم وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ، ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسمى ففرض لها مهر المثل. فصل وإن أسلم الزوجان معا، الرجل والمرأة أسلما معا أي في وقت واحد، أي تلفظا به جميعا أي بالإسلام، هذا المذهب ونقل ابن رشد اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك. وقال الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله يدخل في المعية، يعني في قوله معا، لو شرع الثاني أي بدأ الثاني بالنطق بالشهادتين قبل أن يفرغ الأول فهما على نكاحهما لأنه لم يوجد منهما اختلاف الدين، انتهى، إذا أسلما معا سواء. وقال في الإنصاف وقيل هما على نكاحهما إن أسلما في المجلس، وهو احتمال في المغني، قلت وهو الصواب لأن تلفظهما الرجل والمرأة بالإسلام دفعة واحدة فيه عسر، واختاره الناظم، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم يسلم الرجل قبل امرأته وامرأته قبله، ولم يعرف عن أحد منهم البتة أي بالكلية أنه تلفظ بإسلامه هو وامرأته وتساويا فيه حرفا بحرف، هذا مما يعلم أنه لم يقع، يعني أسلم في المجلس. فصل وإن أسلم الزوجان معا، يعني سواء، أو زوج كتابية أي زوج يهودية أو نصرانية، فعلى نكاحهما لأن المسلم يجوز أن ينكح الكتابية، وأما إذا كانت غير كتابية فلا يجوز للمسلم أن ينكح كافرة غير كتابية. فإن أسلمت هي المرأة أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل النكاح، فإن سبقته أي بالإسلام فلا مهر. قال أو زوج كتابية فعلى نكاحهما لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها من الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي. قال فإن أسلمت المرأة هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول أي قبل أن يدخل بها، فإن سبقته فإنعم، قبل الدخول بطل،
بطل النكاح إذا أسلمت وأحد الزوجين غير الكتابيين. لأن المسلمة لا يجوز أن تنكح الكافر، وأما المسلم يجوز أن ينكح الكتابية، وأما المجوسية أو الوثنية لا يحل للمسلم أن ينكحها. قوله فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل أي النكاح، لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي لا يجوز للمسلم أن ينكح كافرا. وقوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، المسلمة لا تحل للكافر مطلقا، إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة بحال، أي بأي حال. الكافر لا يجوز أن يتزوج مسلمة. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع على هذا، أي أجمع العلماء رحمهم الله على هذا، أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، ولأن دينهما اختلف، ولأن دينهما اختلف فلم يجوز استمراره كابتدائه، لأن المسلمة لا يجوز أن تنكح الكافر. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله وإذا أسلمت الزوجة والزوج كافر ثم أسلم، إذا أسلمت الزوجة والزوج كافر ثم أسلم قبل الدخول أو بعده فالنكاح باق ما لم تنكح غيره، والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق لها عليه، لأن الشارع لم يفصل وهو مصلحة محضة، وكذا إن أسلم قبلها وليس له حبسها. فمتى أسلمت أي المرأة ولو قبل الدخول أو بعده فهي امرأته إن اختار، وكذا إن ارتد الزوجان والعياذ بالله أو أحدهما ثم أسلما أو أحدهما. فإن أسلمت فإن سبقته فلا مهر. قال المؤلف فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصف. فإن سبقته أي بالإسلام فلا مهر، هذا المذهب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وعنه رواية أخرى لها نصفه أي نصف المهر، نظراً إلى أن الفرقة جاءت من قبل الزوج بتأخره عن الإسلام، قال في الإنصاف وهو أولى. قوله وإن سبقها أي أسلم قبلها فلها نصف، هذا المذهب، وعنه رواية أخرى لا شيء لها، قال في الإنصاف وهو الصواب. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وإن أسلم الآخر فيها أي في مدة العدة دام النكاح، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب رضي الله عنها على زوجها أبي العاص بن الربيع من نكاح الأول ولم يحدث شيئاً، لأن زوجها كان كافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ زينب ثم أسلم زوجها فيما بعد، فلما أسلم رد زينب إليه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال ليس بإسناده بأس رحمهم الله. ثم قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم وهي في العدة أن زوجها حق بها، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وروى مالك رحمه الله في الموطأ
عن ابن شهاب رحمه الله أنه قال: كان بين إسلام صفوان ابن أمية وامرأته نحو من شهر، بينهما نحو شهر، أسلمت يوم الفتح رضي الله عنها، وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم. قال مالك رحمه الله: قال ابن شهاب رحمه الله: ولم يبلغ أن امرأة هاجرت إلى الله إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر إلا فرقت هجرتهما بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. وروى مالك رحمه الله أيضا عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث وكانت تحت عكرمة ابن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح، أم حكيم أسلمت يوم الفتح وهرب زوجها حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه فدعته إلى الإسلام، دعت زوجها إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه فثبت على نكاحهما ذلك. وإلا قال المؤلف: وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول، إذا لم يسلم بان فسخه منذ أسلم الأول. وبهذا القول قال الأئمة الثلاثة رحمهم الله، إلا أن مالكا رحمه الله قال: إذا أسلم الزوج قبل إسلام المرأة تقع الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فأبت. وتقدم قريبا كلام شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما مراعاة زمن العدة فلا دليل عليه من نص ولا إجماع، إلى أن قال: ولكن الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير تجديد نكاح. ولا نعلم أحدا جدد للإسلام نكاحه البتة، بل كان الواقع أحد أمرين: إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامها أو إسلامه، وإما تنجيز الفرقة، يعني فرقة تامة، وإما مراعاة أو مراعاة العدة. فلا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحدة منهما مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وأزواجهم انتهى. قال: وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول. فعلى هذا إذا لم يسلم الثاني في العدة لا يحتاج إلى استئنافها ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله، لأنها مجوسية بسببه، لأنها محبوسة بسببه، ولا نفقة لها للعدة إن أسلمت بعده، لأنه لا سبيل له إلا في تلافي نكاحها فأشبهت البائع. قال: وإن كفرا أي الزوجين أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل، إذا كان قبل الدخول.
وعند مالك وأبي حنيفة رحمهم الله إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول أو بعده تتعجل الفرقة، وعند الإمام الشافعي رحمه الله إن كانت الردة قبل الدخول تعجلت الفرقة، وإن كانت بعد الدخول وقف على انقضاء العدة. قال وإن كفرا نعوذ بالله أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله قبل الدخول بطل. هذا المذهب واختيار الشيخ رحمه الله ابن تيمية أن النكاح باق بحاله إذا حصل الإسلام وتقدم قريبا، ودليل المذهب قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي لا يجوز ابقاء المرأة المسلمة تحت الكافر، وقوله فلا ترجعوهن إلى الكفار، أي لا ترجعوا المسلمة إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، المسلمة لا تحل للكافر. تنبيه: إذا حصلت الردة نعوذ بالله من أحد الزوجين قبل الدخول، فإن كانت المرأة فلا مهر لها لأن الفسخ من قبلها، وإن كان الزوج هو المرتد والعياذ بالله فعليه نصف المهر لأن الفسخ من جهته، والله الهادي والموفق سبحانه وتعالى. باب الصداق يسن تخفيفه، يسن تخفيف الصداق، وأما المغالاة فهذا شر، ينبغي تخفيف الصداق، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، كل ما كان الأمر سهل يكون فيه بركة، إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، فينبغي تخفيف الصداق. رواه أحمد والطبراني في الأوسط والصغير رحمهم الله، وأخرج أبو داود رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره، وصححه الحاكم. وقال عمر رضي الله عنه لا تغلو صدق النساء، أي لا تكثروا الصداق، فإنها لو كانت أي كثرة الصداق مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 وقية، الوقية 40 درهم، 12 وقية. رواه الخمسة وصححه الترمذي والسياق له، وصححه أيضا ابن حبان والحاكم رحمهم الله. فائدة: الوقية 40 درهما، الوقية 40 درهما من الفضة، والدرهم يقارب ربع ريال سعودي، الدرهم يقارب ربع ريال فضة. قوله من 400 درهم، لحديث أبي سلمة قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشًا، أي ونص. قالت أتدري ما النش؟ قلت لا، قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم. صداق النساء، صداق زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام 500 درهم. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي رحمهم الله.
قال: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. قال هذا المذهب وفاقا للشافعي رحمه الله وخلافا لمالك وأبي حنيفة رحمهم الله، فعندهما يتقدر أقل الصداق بما يقطع به السارق مع اختلافهما في قدره، فعند أبي حنيفة 10 دراهم أو دينار، دراهم فضة أو دينار ذهب، وعند مالك رحمه الله 1/4 دينار ذهب أو 3 دراهم فضة. دليلنا حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلاً أعطى امرأةً صداقاً ملء يديه طعاماً كانت له حلالاً، لو أعطاها ملء يديها ملء يدين طعام ورضيت يكون صداقاً. رواه أحمد رحمه الله. وقال عليه الصلاة والسلام لامرأة تزوجت على نعلين أعطاها نعلين صداق: أرضيتي من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازه. رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه، وفي المتفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل: انظر ولو، نعم، ولفظ الصحيحين: التمس ولو خاتم من حديد. فلو أعطاها خاتم حديد ورضيت صح النكاح، وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، بل فقه، تعليم فقه وأدب وشعر مباح معلوم. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: وإن أصدقها تعلم قرآن لم يصح، لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، وقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، أي مالا، أن ينكح المحصنات المؤمنات، والطول المال، ولا تستباح الفروج إلا به. وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله. وعن أحمد رحمه الله يصح، يصح الصداق تعليم القرآن، يصح تعليم القرآن أن يكون صداقا. إذا كان معينا، يعني شيئا معينا، قال في الإنصاف، قال ابن رزين رحمه الله هذا الأظهر، واختاره ابن عبدوس في تذكرته رحمه الله، وجزم به في عيون المسائل رحمه الله. قلت: وهذا القول أظهر الدليل أنه يجوز أن يكون تعليم القرآن صداق، فإنه قال عليه السلام في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه المتفق عليه: قد زوجتكها بما معك من القرآن. زوجتك المرأة أن تعلمها ما معك من القرآن. وفي لفظ أنه قال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب، فقد ملكتكها بما معك من القرآن. ويجوز أن يكون القرآن مهرا. قال مالك والشافعي واختاره ابن القيم رحمهم الله. تنبيه: وأما قول شارح الزاد فروى البخاري رحمه الله أنه عليه السلام زوج رجلاً على سورة من القرآن ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا. هو كذلك في الشرح الكبير وفي شرح الإقناع والمنتهى أيضاً، وهو المغني نسبه إلى النجاد. وبعد تتبع كثير من الأصول لم أجده، أي هذا، منسوباً لغير سعيد بن منصور رحمه الله، مع أنه قال المجد جد الإمام ابن تيمية رحمه الله الشيخ عبد السلام، هو مرسل، المرسل ما رفعه التابعي
عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل من أقسام الضعيف. وقال في الفتح: فيه من لا يعرف. قال: وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح. إذا قالت المرأة: طلق زوجتك وهذا صداقي، لم يصح، لا يجوز هذا، لا يجوز لها أن تطلب أن يطلق زوجته. قال: لم يصح، لم يصح هذا صداقا، ولها مهر مثلها. قال: وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح. هذا المذهب وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وبه قال أكثر العلماء رحمهم الله لما في المتفق عليه البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما فيه صحتها، فإنما رزقها على الله تعالى. وفي لفظ: نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها ولها مهر مثلها، ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. قوله وجب مهر المثل فلا يفسد النكاح بفساد التسمية، وبذلك قال الأئمة الثلاثة وأكثر الفقهاء رحمهم الله. فائدة: للصداق أسماء، الصداق له أسماء، للصداق أسماء ثمانية مجموعة في بيت، هو قوله: صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق، هذه كلها أسماء للصداق. قال في المصباح: والعقر بالضم دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها، ثم كثر ذلك حتى استعمل في المهر. وقال عمر رضي الله عنه: للمرأة عقر نسائها، أي مهر نسائها، في قصة من تزوج بمعيوبة، أي امرأة فيها عيب. وروي عنه عليه السلام أنه قال: أدوا العلائق، أي المهر. قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضى به الأهلون، أي الصداق. فصل: وإن أصدقها ألفاً إن كان أبوها حياً، وألفين إن كان ميتاً. الزوج قال للمرأة أن صداقها ألف إذا كان أبوها حي، وألفين إذا كان أبوها ميت، وجب مهر المثل. وعلى إن كانت في زوجتي، إن كانت في زوجة بألفين أو لم تكن بألف، يصح بالمسمى. وعلى إن كانت في زوجة بألفين أو لم تكن بألف، يصح بالمسمى. قوله: أو لم تكن بألف، يصح بالمسمى. هذا المذهب لأن الألف معلومة، وإنما جهلت الثانية وهو معلق على شرط، فإن وجد الشرط كان زيادة في الصداق وهي جائزة. وعنه لا يصح، اختاره في المغني والشرح، وقال في الإنصاف وهو الصواب. وإذا أجل الصداق، يعني أخر أو بعضه، صح، يعني أخر، أعطاها جزء من الصداق وجزء مؤخر مؤجل. وإذا أجل الصداق، يعني أخر إلى وقت معلوم، أو بعضه، صح. فإن عين أجل، يعني وقت معين، شهر شهرين، وإلا فمحله الفرقة عند الفراق، يعطيها بقية الصداق إذا حصل فرقة. قوله: وإلا فمحله الفرقة، أي البائنة، فلا يحل
مهر الرجعية إلا بانقضاء عدتها. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ولو تزوجها على 100 مقدمة و100 مؤجلة صح، ولا تستحق المطالبة بالمؤجلة إلا بموت أو فرقة. وإن أصدقها مالاً مغصوباً أو خنزيراً ونحوه وجب مهر المثل. المغصوب لا يجوز والخنزير لا يجوز، لكن لها مهر المثل، مهر مثل هذه الزوجة من أقاربها. وإن وجدت المباح معيباً أي فيه عيب، خيرت بين أرشه أي أخذ الذي نقص بسبب العيب وقيمته، وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صحت التسمية. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بال1000، ولا شيء على الأب لهما. ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. قوله ولا شيء على الأب لهما، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده بشروطه المتقدمة في باب الهبة. دليل ذلك قوله تعالى في قصة شعيب عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، أي ترعى غنمي 8 سنين. فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه، وهو شرط لنفسه. ولما روى الخمسة رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه: أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه رحمه الله. قال: ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح. وإن زوجها به ولي غير الأب بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. قوله: ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر، بدون مهر مثلها صح. وبهذا القول قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله. وقال الشافعي رحمه الله: ليس له ذلك، فإن فعل وجب مهر مثلها. دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم لما زوج فاطمة رضي الله عنها من علي رضي الله عنه: اعطها شيئا. وقال عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم: ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بناته أكثر من 12 وقية، 500 درهم. ولما ثبت أن سعيد بن المسيب رحمه الله زوج بنته لتلميذه ابن وداعة على 2 درهم، وهو من أشراف قريش والظاهر من الأب، مع تمام شفقته أنه لا ينقصها إلا لمقصود تعود عليها مصلحته. قال: وإن زوجها به، أي بدون مهر المثل غير الأب، صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. هذا المذهب، وفي الشرح الكبير، ويحتمل
أن لا يلزم الزوج إلا المسمى والباقي على الوالي كالوكيل في البيع. وقال في الإنصاف قلت وهو الصواب واختياره واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. قال الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله صفحة 141 صفحة 141 ما ورد في فضل هذا العشر الأخير، فضل العشر الأواخر، والحث على القيام عموما، وما ورد في ليلة القدر من الفضل وذكر علامتها. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من العتقاء من النار. ما ورد من الحث على الاجتهاد في العشر الأخيرة من رمضان، يستحب الاجتهاد والحرص على مداومة القيام في العشر الأواخر من رمضان وإحياؤها بالعبادة، واعتزال النساء وأمر الأهل بالاستكثار من الطاعة فيها، لما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل، أي بالقيام، وأيقظ أهله وشد المئزر، أي اجتهد في العبادة صلوات الله وسلامه عليه. اللهم وفقنا وبلغنا يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وعنها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. لأن ليلة القدر تطلب في الوتر من العشر الأواخر. اللهم وفقنا لموافقة ليلة القدر واجعلنا من العتقاء من النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأخرج الطبراني رحمه الله من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي رحمه الله عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحداً أن يترك أحداً من أهله يطيق القيام إلا أقامه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الجماعة إلا ابن ماجة رحمهم الله. اللهم بلغنا ووفقنا لقيام ليلة القدر، واغفر لنا واعتقنا من النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الترمذي رحمه الله. فينبغي أن نكثر من هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، رواه الترمذي رحمه الله. قال ابن جرير رحمه الله كانوا أي السلف رضي الله عنهم يستحبون أن يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر، لأن نزول الملائكة
عليهم السلام يكثر في ليلة القدر، وينبغي التزين لعبادة الله عز وجل. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه إذا كان ليلة 24 اغتسل وتطيب ولبس حلة وإزارا ورداء، فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل. وقال حماد بن سلمة رحمه الله: كان ثابت وحميد رحمهم الله يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبان المسجد بالنضوح، أي بالبخور والدخنة الذي يبخر بها في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. فيستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتطيب والتزين بالغسل والطيب واللباس الحسن كما شرع ذلك في الجمع والأعياد. وكذلك يشرع أخذ الزينة من الثياب في سائر الصلوات. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الله أحق أن يتزين له، تتزين للصلاة، لأن الله عز وجل يقبل بوجهه على المصلي جل جلاله. وروي عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزيين الباطن، أي القلب، بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى وتطهيره من أدناس الذنوب. والله سبحانه لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فمن وقف بين يديه، أي بين يدي الله عز وجل، فليزين ظاهره باللباس وباطنه بلباس التقوى. وقال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. عباد الله، إن عشركم هذا هو العشر الأخير، وفيه الخيرات والأجور الكثيرة، تكمل فيه الفضائل وتتم فيه المفاخر، ويطلع على عباده الرب العظيم الغافر، وينيلهم الثواب الجزيل الوافر. فيه تزكو الأعمال وتنال الآمال. وقد ذكر جل وعلا من محاسن أهل الإيمان أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: هي قيام العبد أول الليل. اللهم وفقنا لذلك، واغفر لنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، رجل سار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى الصلاة إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. الله أكبر. الله تعالى يقول: عجب ربك من رجلين، رجل ثار من وطائه، يعني قام من فراشه، ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. اللهم وفقنا لذلك. وقال الحسن ومجاهد ومالك والأوزاعي وغيرهم رحمهم الله: إن المراد بالتجافي القيام لصلاة النوافل بالليل. وفي آية سورة الذاريات أخبر جل وعلا أنهم كانوا ينامون القليل من الليل ويتهجدون معظمه. قال تعالى: ك
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، اللهم وفقنا لذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما تأتي عليهم ليلة ينامون حتى يصبحوا إلا يصلون فيها شيئا، إما من أولها أو من أوسطها. وقال الحسن رحمه الله: كابدوا قيام الليل، أي قاموا وصبا وتعبوا في قيام الليل، فلا يناموا من الليل إلا قليله. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربكم من ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، اللهم وفقنا لذلك. وقال الحسن البصري رحمه الله: كان الأحنف بن قيس رحمه الله يقول: عرضت عملي على عمل أهل الجنة، فإذا قوم قد باينونا بونا بعيدا، أي بعيد عنا، وإذا قوم لا نبلغ أعمالهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعرضت عملي على عمل أهل النار نعوذ بالله، فإذا قوم لا خير فيهم، مكذبون بكتاب الله ولرسول الله عليهم الصلاة والسلام، مكذبون بالبعث بعد الموت، فقد وجدت من خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: قال رجل من بني تميم لأبي: يا أبا أسامة، صفة لا أجدها فينا. ذكر الله تعالى قوما فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ونحن والله قليلا ما نقوم. فقال له أبي رضي الله عنه: طوبى لمن رقد إذا نعس، واتقى الله إذا استيقظ. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس عنه، فكنت في من انجفل، فلما رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعت منه صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وأفشوا السلام، وصلوا بالليل، والناس نيام، تدخلوا الجنة بالسلام. يا أيها الناس، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وأفشوا السلام، وصلوا بالليل، والناس نيام، تدخلوا الجنة بالسلام. اللهم وفقنا لذلك يا ذا الجلال والإكرام.